النهارده، ان شاء الله السيركولر قرر انه يكون في تمرين النهارده والراحه تبقى بكره، وبعد كده يبدا بقى الاستعداد ل برضه تراجع ان شاء الله. شكل التمرين النهارده ممكن يكون ازاي؟ روتين هل بقى يبقى عادي، في تراي ماتش؟ هل يبقى في استشفاء اكتر؟ كله استشفاء طبعا للعيبه. خلينا نروح لشريف. شريف مساء الخير. مساء النور زميلي احمد، طبعا تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكريم مدير الفني القدير الكابتن احمد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما تفضل طبعا زميلي احمد، النهارده تمرين يمكن من بس من بدري شويه، النهارده كان في جلسه تصوير طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي، فالنهارده التجمع كان الساعه 2 الظهر والجلسه كانت الساعه 3 عصرا، والتمرين يمكن بدا في السادسه والربع ويمكن مستمر منذ قليل في ملعب التتش اللي لعب امبارح. النهارده طبعا استشفاء او ريكفرنج طبعا لكل اللعب امبارح، بس التبديلات اللي نزلت زي قفشه زي حسين الشحات بيشاركوا النهارده في التمرينات عادي مع المجموعه اللي ما كانتش موجوده، فالتمرين النهارده قوي جدا للمجموعه اللي ما شاركتش في مباراه الامس عشان يبقى الحمل البدني واحد للفريق اللي لعب امبارح والفريق اللي ما لعبش امبارح، طبعا عشان يبقى الحمل واحد في الفتره المقبله. زي ما اتفضلت وقلت بكره اجازه، بعد بكره تمرين، يوم الاربعاء تمرين، وثم السفر باذن الله لتونس. دعواتنا ودعوات كل المصريين باذن الله نفوز على فريق كبير هو فريق الترجي التونسي. عايز اعرف منك بالنسبه لياسر ابراهيم، اليو ديانج، محمد الشناوي، تفاصيل مشاركتهم في التمرين ومدى جاهزيتهم، حتى لو مش هيكونوا يمكن في حسابات مارسيل كولر المباراه الذهاب، لكن انت عارف شايف ممكن قوي الفتره ما بين النهارده ومباراه العوده ممكن جدا تكون محتاج واحده من الاوراق دي. هل بيشاركوا في التمرين بشكل كامل؟ احنا شايفين الشناوي طبعا على الشاشه مع شوبير ومع مخلوف ومع حمزه، اليو ديانج بيشارك بشكل كامل برضو، اليو ديانج قدامنا على الشاشه اهو. طمنا كده على، وايضا الحقيقه كمان الناس اللي هتخضع او بتخضع بالفعل لبعض الفحوصات زي احمد نبيل كوكا وزي عمرو السوليه. طيب خليني ابدا معاك بالشناوي، السوبر ستار، الحارس رقم واحد في الشرق الاوسط، يعني حارس كبير جدا وكل جماهير النادي الاهلي عندها ثقه كبيره جدا في طبعا بما فيهم مصطفى شوبير، ان هو مصطفى شوبير هو الصديق الصدوق للكابتن شناوي، والعلاقه قويه جدا ما بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي. النهارده الشناوي تمرينه قويه جدا بيعلن جاهزيته طبعا من فتره، يمكن النهارده زي ما باين امام حضراتكم في الشاشه، شناوي، مخلوف، الزنفولي، حمزه، تمرينه قويه جدا النهارده بياخدها الشناوي، والشناوي طبعا جاهز بنسبه 100% وطبق الرؤيه الفنيه لمستر كولر طبعا في اي وقت يتم الدفع بيه على دكه البدلاء او في الملعب. طبعا ما بنبخس حق طبعا مصطفى شوبير الحارس الواعد الصاعد، يعني ما شاء الله نمسك الخشب بسرعه الصاروخ، ما شاء الله بيقدم واحده من اروع مواسمه طبعا على الاطلاق، ويستحق مصطفى شوبير الانضمام الى منتخب مصر ايضا. ولكن الحمد لله ده اللي بيطمن جماهير مصر والنادي الاهلي ان حراسه مرمى النادي الاهلي دايما بخير، فالنهارده شوبير او الشناوي بيكملوا بعض، والعلاقه زي ما قلت لك والاروع والاجمل، والشناوي جاهز بنسبه 100%، اليو ديانج ايضا جاهز بنسبه 100% وبيشارك في كل التمرينات، ياسر ابراهيم جاهز، والدليل على كلامي ان كان موجود على دكه بدلاء مباراه الامس واصبح ايضا جاهز بنسبه 100% ايا كان تحت امر طبعا مستر كولر، عندما يعطي الاشاره هتلاقي على طول الكل اللاعبين جاهزين لمباراه كبيره هي طبعا مباراه الترجي التونسي، وعندنا ثقه كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي اللي بيشاركوا واللي مش بيشاركوا، لان الراجل اتعودنا معاه اللي ما بيشاركش وبيجي يديله فتره من الفترات لو ما مسكش في الفرصه ما بيشاركش تاني، ولو بيمسك في الفرصه بيكمل. والدليل على كلامي احمد عبد القادر اللي اتكلمت عليه من شويه عشان اطمنك عليه، احمد عبد القادر لما مسك في فرصه ما شاء الله بقى بيلعب وبقى مستمر في اللعب الى ان طبعا قدر للاصابه. بمناسبه الاصابه، احمد عبد القادر بيعاني بشد في العضله الخلفيه وهو في المرحله الاخيره من التاهيل، في المرحله الاخيره من التاهيل، وكان منذ قليل بيجري بعد خلاص المرحله الاخيره للجري حوالين الملعب، فانت باذن الله باذن الله باذن الله يكون جاهز في مباراه العوده باذن الله اللي هتكون يوم 25. لسه عمرو السوليه بيعمل تمريناته او تجهيزاته، ولكن الى الان لم يتضح الرؤيه ولسه الجهاز الطبي ما صرحش باي حاجه تخص عمرو السوليه. كوكا النهارده كان بيشارك ايضا في بعض التدريبات الاستشفائيه وبعض التدريبات التاهيليه، ويمكن بنسبه كبيره جدا ممكن يكون موجود مع النادي الاهلي في السفر الى تونس. السفر زي ما قلت لك باذن الله هيكون يوم الاربعاء باذن الله على الساعه 8 باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله اذا كنا بنتكلم على حسابات العوده، اعتقد سكواد الاهلي بشكل كامل يكون جاهز قبل مباراه العوده هنا في القاهره. شريف باذن الله بنسبه كبيره كمان، خصوصا احمد عبد القادر وكوكا ممكن يسافر معاهم تونس كمان. تمام، بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، دي كانت اخبار تمرينة النادي الأهلي.